اوكي، هو موضوع الفيلر طول كتير، خلاص انه عاملة فيلر ايه وبعدين عاملة فيلر يا جماعة، واضح واضح. انا ما بحب احكي، هو الشيء واضح، انا ما بحب احكي. معك حق، في عندك بوينت انتي، انه ايه لو كان اخف كان احلى، ما برجع بعمل عادي. اوكي، عن قريب كثير رح يكون في جولة بالبيت اكيد. في المشكلة انه بيتنا لحد الان مو مرتبينه انه هيك فولي، في بده شوي ترتيب، بده تكملة، بده شغلات. فيعني الحديقة، الباك يارد اللي احنا حرفيا ما عاملين فيها اي شيء، فالبيت بده شغل. تعرفوا لانه كانت خطبة نارين ولا خطبة شرع على الطريق، فما في وقت حرفيا. اما ان شاء الله تقريبا حيكون في فيديو جولة ببيتنا. قولي لهم شلون ضربتك وانتي نايمة. هاي البنت تضربني على طول وانا نايمة. خطيبي قاعد هون بعدين بيعمل خطيبة ريفاند. خطيبة عم تضربني خطيبتك وانا نايمة. اوكي، بدي احكي لكم، ولا اليوم انا نايمة بامان الله، ولا ما هيك اشوف كوح اجى بعيني، ما بعرف من وين من مين، ولا بطلع هيك في منه بطلع نارين، بلاقي شوف نارين مخدتي، نارين بطرفي، نارين اخذ اللحاف مني، والكوعه هاد بعيني. فانا ام لايك انه وات، وكثير اكله ضرائب، شو بقولوا ضرايب، كثير اكله انا اكله من نارين، كثير باكل ضربات من نارين لما بننام جنب بعض. اليوم شو حابه تعميني؟ تحرم طيب اليوم هذيك المره برجلك، اليوم كوعك، اليوم شو اليوم اليوم طحيني.